التفكيك دي انا اعتقد على انها هي ادت اداء بائس ودعائي وضعيف لدرجه كبيره جدا، وانه لجنه التفكيك دي افسدت القضايا، قضايا الفساد افسدتها بسوء الاداء القانوني، وللاسف انه كان فيها قانونيين، مجموعه من القانونيين، لكن سوء الاداء القانوني ادى الى فشل قضايا فساد. الانغاز دي ما فيها ملفات فساد، فيها ملفات فساد كبيره جدا، والصحافه السودانيه وتحديدا صحيفه السودان اللي هي مفتوح فيها عشرات البلاغات، عشرات البلاغات من قبل اجهزه في النظام السابق ومن قبل افراد، ويس هي فتحت كثير جدا من الملفات تحت الفساد. وكان ممكن، والصحافه السودانيه كلها اسهمت في المزرعه، حتى صحيفه التيار والصحف الاخرى، الصحافه السودانيه كانت صباغه وكانت متقدمه في محاربه الفساد وكشف الفساد. والارشيف بيحكم الناس، الناس طبعا ما في ناس كده مستجدين، في ناس دخلوا السياسه دي بعد 2019 ما بتابعوا الحاجات، ما بتابعوا، ما بيقولوا جرايد وما بيقولوا كده وما بيقولوا، ما شافوا الاداء بتاع. لكن للاسف الشديد انه اداء بتاع لجنه التمكين كان اداء ضعيف واداء فاسد، فاسد من بعدين، انها هي افسدت قضايا الفساد وهي ارتكبت تجاوزات في الفساد ذاته. انت عارف يا سعد الى الان في اموال كثيره جدا اخذتها لجنه التمكين ما معروفه مشت وين، الى هذه اللحظه ما معروف لجنه التمكين. وللاسف البرهان تعامل معها بطريقه تكتيكيه، شال الملفات الجنائيه اللي هي ضد لجنه التمكين واستخدمها استخدام سياسي عشان يطوعون وعشان يجيبوا يدربوا الليو. دي جزء من التكتيكات اللي هي مورست، لكن الاداء بتاعها كان اداء فيه كثير من الفساد، وهي تغاضت عن الفساد الاساسي اللي كان موجود، تغاضت عن الفساد اللي كان في 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 الشركة اسمها ايه يعني، في زبيدة والفاخر، وتواطأت في قضاء وأدت أداء، احتغلت الصحفيين، صادرت الصحف بدواعي مختلفة، في صحفيين دخلتهم السجون بس لأنه كتبوا ضدها كويس. فكان الأداء بتاعها أداء بائس جدا، أدى إلى انهزامه، وهنا وكان يعني كان الهدف الاساسي منه انه هو الشحن الشريحه السياسيه للناس اللي بيظهروا، اذا كان صلاح مناع واذا كان ناس وجدي، عشان وجدي يقوم يطلع النظاره ويدخل النظاره ويقول 200 ده كله قضايا فساد. انت عملت شنو؟ انت ما عملت حاجه، انت غير افسدت قضايا الفساد، ما عملت حاجه، ما عملت، لانه لما في الاخير لانه انت ما وفرت المزرعه بتاعت الاستئناف، انت كل الاجهزه المتعلقه بالمنظومه العدليه انت عطلتها، انت ما عملت المحكمه الدستوريه، انت ما عملت البرلمان، وكله ده موجود في الوثيقه الدستوريه بعد اشهر وبعد ايام وبعد كده، كله انت ما نفذته، انت اصبحت سلطه قضائيه وسلطه جنائيه وسلطه شرطيه وسلطه نيابيه، واحتكرت كل السلطات في يدك. والبديهيات بتقول انه السلطه المطلقه مفسده مطلقه، وانا شاهد على عمليات ابتزاز قاموا بها الاعضاء في لجنه التمكين ضد افراد وضد مؤسسات في مقابل اموال. نعم، أكان لجنة التمكين اللي هي ارتبطت بمحاربة الفساد كان فيها جزء كبير جدا من ممارسات الفاسدة. يا أخي العربات اللي بيشيلوها بيمشوا يركبوها الأعضاء، اللي بيقلعوها من الناس بيمشوا يركبوها الأعضاء، بعض أعضاء لجنة التمكين كانوا بيركبوا العربات اللي شالوها من بعض الأفراد. نحن مع محاربة الفساد بكل أشكاله، وكل زول أخذ حاجة من حق الشعب السوداني ده تنتزع منه، تنتزع منه بالقانون، تنتزع منه عشان ما يرجع ويقول يا اخي انتوا ظلمتوني، عشان ما نهديه براءه مجانيه لما نمشي للقضاء ونمشي للمحكمه الجنائيه يقول انا عملوا لي كده وعملوا لي كده، تبقى القضيه لان الاداء القانوني فيها اداء ضعيف، فالقضيه فاسده ما صالحه للتغاضي. ده كده نحن مع تفكيك كل مراكز الفساد، وكصحفيين وكصحف دعمنا المشروع ده، ولما البشير اعلن الموضوع بتاع القطط السمان كتبنا ايدناه، ونريد لازم تحارب الفساد، والفساد هو حيؤدي الى كده وحيؤدي الى كده. لكن للاسف الرئيس البشير في الفتره دي استخدم الفساد، استخدام ملف الفساد استخدام سياسي ضد منافسينه داخل الحزب، افسده. واي مشروع لمحاربه الفساد يحقن بمحلول سياسي لتاديه اغراض متعلقه باطراف محدده بيفشل. الملفات الفساد تحارب بطريقه جنائيه وبطريقه قضائيه عبر القضاء الطبيعي. أكان مفترض لجنة التمكين، في تجارب، كان في تجربة في ماليزيا، في تجارب في ماليزيا واجهت الفساد ده عبر لجان تحقيق وعبر محاكمات، حتى إنه في وزير لما لوحق بالفساد انتحر. حتى في أثيوبيا دي أكان في محاربة للفساد بطريقة أكثر حكمة وأكثر نضج وأكثر وعي من التجربة السودانية الضعيفة البائسة.
الناس دي كلهم امكانياتهم ومقدراتهم كانت اقل من قامه التحدي اللي واجهته مصر الفتره الانتقاليه، عشان كده فشلوا في كل المسارات، فشلوا في الجانب الاقتصادي لما الدولار كان بكم 60 وبقى له ب 400، لانه ناس حمدوك اشتروا 335 مليون دولار عشان الدول الامريكان اشتروها من السوق الاسود. فشلوا